فقرة الاحتفال بأسوانها هتطول شوية معانا. المرأة الأسوانية عاملة جو جامد في الحفلة. لعبة تنس الطاولة والمركز الرابع فريق مركز شباب المعي محافظة المنوفية وجائزة مالية قدرها 750 جنيه. تنس الطاولة منوفية. والمركز الثالث فريق مركز شباب أبو أقفى محافظة كفر الشيخ وجائزة مالية قدرها 1250 جنيه. المركز الثاني فريق مركز شباب أرمنت محافظة الأقصر جائزة مالية قدرها 1750 جنيه. المركز الأول فريق مركز شباب المنشية الجديدة محافظة القليوبية وجائزة مالية 2250 جنيه. والآن مع لعبة كرة السلة. المركز الرابع فريق مركز شباب ملاوي ناصر بملاوي محافظة المنيا جائزة مالية قدرها 3000 جنيه. مركز شباب ناصر ملاوي فين الرياضة؟ رياضيين فين الرياضيين؟ أسرع شباب. المركز الثالث فريق مركز شباب دينوشر محافظة الغربية جائزة مالية قدرها 5000 جنيه. المركز الثاني فريق مركز شباب الزقازيق بحري محافظة الشرقية وجائزة مالية قدرها 7000 جنيه. والمركز الأول فريق مركز شباب النصر بحي راشد في محافظة سوهاج وجائزة مالية قدرها 10000 جنيه. والآن مع لعبة كرة اليد